لأن الاستقامة تعني الطريق المعتدل لا ميل ولا، وخاصة التعبير بالروغان يدل على ملحظ من فرض الله عنه، وهو أن الإنسان أحيانا قد ينحرف انحرافا إما أنه يزينه له الشيطان أو تزينه له النفس والأمر بالسوء، لأنه روغان بمعنى أنه يعني يحاول أن يزين لنفسه هذا الطريق الذي هو خارج عن الاستقامة. من الطريف حقيقة أن في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جاء تفسيرها عن كل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم بيّنوا معنى استقام، وكل له كان ملحظ. فأبو بكر رضي الله عنه يقول استقاموا يعني لم يشركوا بالله شيئا، وعمر رضي الله عنه يقول استقاموا يعني لم يلتفتوا إلى غيره. سأتي عليها جميعا حتى نرى كيف نظرة كل صحابي من هؤلاء الخلفاء الأئمة، بل أئمة الصحابة وأئمة العشرة المبشرين بالجنة. وعثمان رضي الله عنه يقول هو استقاموا على طريق الطاعة ولم يروغوا روغان الثعالب، ولم يروغوا روغان الثعالب. وعلي رضي الله عنه يقول استقاموا أدوا الفرائض. المجموع حقيقة يبين يعني المقصود. لا شك أن أول الاستقامة هو التوحيد والإخلاص، ويعني ملاحظة العبد مدى توحيده ومدى صدق تعلقه بربه واستقامته على الحق والبعد عن أي أنواع الشرك. عمر يقول لم يلتفتوا إلى غيره، هذا هو كل الاستقامة، بمعنى أنهم على طريق عدل غير مائل، ولم يكن لشيء من عملهم نصيب لغير الله عز وجل. وعثمان رضي الله عنه يقول استقاموا على طريق الطاعة لم يروغوا، لأن الاستقامة تعني الطريق المعتدل لا ميل، وخاصة التعبير بالروغان يدل على ملحظ من فرض الله عنه، وهو أن الإنسان أحيانا قد ينحرف انحرافا إما أنه يزينه له الشيطان أو تزينه له النفس والأمر بالسوء، لأنه روغان بمعنى أنه يعني يحاول أن يزين لنفسه هذا الطريق الذي هو خارج عن الاستقامة. وعلي رضي الله عنه يقول الذين أدوا الفرائض.